أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك على معظم الأنحاء، وتستمر حتى نهاية الأسبوع. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد أمطارا خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ونشاطا للرياح على مناطق متفرقة بشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذ هيثم، وأهلا بكل السادة المشاهدين. دكتورة منار، آخر تطورات الطقس في ظل التقلبات التي نشهدها خلال الأيام القليلة الماضية. بالفعل يا فندم، احنا بيستمر انخفاض درجات الحرارة على كافة مناطق الجمهورية. درجات الحرارة أقل من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من 5 ل6 درجات، بسبب تأثرنا برياح شمالية قادمة من جنوب وشرق أوروبا، ووجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. بيكون الطقس خلال فترة النهار مائل للبرودة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري السواحل الشمالية، مائل للدفء على محافظات شمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار. خلال فترة الليل الطقس بيكون شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية، وخاصة الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر. أيضا في فرص لسقوط الأمطار، هتكون خفيفة على سواحلنا الشمالية ومحافظات الوجه البحري. الأمطار بتكون يعني غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية، وكمان الأمطار بتبقى من منطقة لمنطقة تانية مختلفة وعلى فترات متقطعة. في نشاط نسبي للرياح، لكن هيكون على المناطق اللي موجودة في جنوب البلاد، لكن طبعا مقارنة بالأمس ما فيش نشاط على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وأغلب مناطق الشمالية من البلاد. انخفاض درجات الحرارة ده هيستمر معانا لنهايات هذا الأسبوع إن شاء الله. متوسط درجات الحرارة هتكون ما بين 17 و18 عظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار. خلال فترة الليل هتكون ما بين 8 و10 درجات. نعم دكتورة منار، هل ما نشهده خلال الساعات الماضية وما تتوقعونه خلال هذا الأسبوع هو آخر موجات انخفاضات درجات الحرارة وسقوط الأمطار، أم متوقع أن في الفترات القادمة بقية؟ هو يعتبر آخر موجات، لأن احنا مع نهاية هذا الأسبوع ومع الأسبوع القادم هيبقى بداية فصل الربيع إن شاء الله 21 مارس، فاحنا مع نهاية هذا الأسبوع هتبدأ درجات الحرارة ترتفع تدريجيا لتعود للمعدلات، ويبدأ معاها فصل الربيع إن شاء الله. فصل الربيع معروف دايما بارتفاعات درجات الحرارة، وتبدأ درجات الحرارة نحو الارتفاع التدريجي، لكن وارد يحصل فيها انخفاضات درجات حرارة، لكن إن شاء الله مش هتبقى زي فصل الشتاء بإذن الله. أهم النصائح دكتورة منار لكل من يتابعنا الآن. طبعا أهم نصيحة، الفترة دي فترة تقلبات جوية بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، فيها طبعا تقلبات جوية سقوط أمطار أو نشاط رياح. المتابعة الجيدة للنشرات الجوية ده شيء مهم جدا، لأن التغيرات الجوية حادة وسريعة، بالإضافة إلى استمرار ارتداء الملابس الشتوية خلال فترة النهار وخلال فترة الليل على الأقل لانتهاء فصل الشتاء. نعم الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.